أهلا ومرحبا بكم شباب مشاهدين قناة الحياة حلوة بوجودكم. اليوم معنا تلفون من الفئة الاقتصادية من شركة هونر 5T رايت هونر 50، النوع جديد لسه نزل من حدود 10 أيام أو أسبوعين. طالبينه من عن طريق مكتبة جرير. ما شاء الله تلفون بعدة ألوان، تلفون فضي، 4 عدسات خلفية، عدستين أمامية، البصمة على الجنب، كذلك يأتي تبعه جهاز هدية، سماعة عازل للضوضاء. إن شاء الله ما شاء الله USB تبع السماعة، سماعات بيضاء. الشاحن خفيف ما شاء الله. ايش هذا تبع السماعة كمان؟ نضيف. يلا كمان بلاستيك تبع السماعات ما شاء الله. كمان تبع الجهاز يجي كبار. ما شاء الله ممتاز. ونأتي لي كمان الشاحن، الشاحن ما شاء الله ممتاز، ممتاز جدا سريع، 66 واط. ممكن خلال 20 دقيقة يشحن سريع، يشحن 80% أو أزيد. كمان تبع الشاحن USB. كمان يا شباب سماعة كذلك تبع سلكية، مدخل السماعة أوكي. ما شاء الله صراحة تلفون رائع، تفاصيل إمكانياته والمواصفات إن شاء الله يكون في فيديو قادم. إن شاء الله ننزل فيديو قادم نشرح فيه الإمكانيات والمواصفات من البطارية والشاشة والكاميرا والحجم والبصمة وخدمات جوجل والتفاصيل في فيديو قادم إن شاء الله. نلتقي شباب في فيديو قادم إن شاء الله.